barkulanka barnaamijka dawladda ibn khaltoum oo ka socotay masaajid ku yaala magaalada hargeysa ee caasimadda somaliland 7 bilood iyo 5 cisho ayna 10 kala duwan bixinayeen dhakhaatiir kala duwan oo isugu jirta soomaali iyo aqoonyahan kale ayaa habeenkii xalay ahaa lagu soo gabagabeeyay masaajidka ibraahim dheere ee hargeysa waxa halkaasii hadal kala duwan ka jeediyay culimo dhakhaatiiro مسؤولين كسعوتي حكومة الصومالي لان وكسو قيب قلاي إيا مسؤولين كلا أحا مضم إنا شاقو أو مانتا فردقان أينو دمانتين ونمت وحاويان وشيخينا شيخ عمر قروينه أو هالكا مساجدكا آن كتل بني إنو إنو دقو أو إنو يمادو أو كتبتي لحظة أهايد صحيح البخاري صحيح مسلم أفرتي سننك ها أبو داود يترمذي النسائي وابن ماجه لحذا هل كائنو ينوغو لغو ولبنا ينوغو داري أفر كتبو علمي مصطلح الحديث كها بيقوني يدي تيسير المصطلح نزهة النظر في أو شرحي نخبة الفكر في شرحي كنا ختمي تدريب الراوي أو شرحي تقريب الإمام النووي رحمة الله عليهم أجمعين إن يرى استاتيستيكا أما النمبراء أيام الذين أخرنا يهدي إلى هيدمو جهدي ألكا كبحي برسي أي الأصور يسرنو صحيح البخاري لبب قول يأفر يسطن لبب قول يأفر يسطن درسي أي شيخ كو أخري صحيح مسلم بقول يسديت الدرسي أي شيخ كو أخري سنن أبو داود بقول يصدح يأفرت الدرسي سنن الترمذي بقول يسغال يأفرت الدرسي سنن النسائي بقول يسديد يتوبن درسي سنن ابن ماجه بقول يتدوب الدرسي مصطلح الحديث بيقوني لبع عشر مكغب حي شيخ تيسير مصطلح الحديث ربي يلا باتن درسي بو كدغي نزهة النظر سديد يتوبن درسي بو كدغي تقريب النواوي لحية توبن درسي بو كدغي مركا لسكو ولا دارو جهدك وشيخ هالكا كبحيي وسغال بقول يسغاش الدرسي تكبير 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 سغال بقول يسغاش الدرسي بو شيخ الى هي هكا اباليه وهالكا بحيتو لكو اخري سغال بقول يسغاش الدرسي قضب كلابات كو دريا وحا وي ارديدا وحان كو هل قبصنا يا سعادة الوزير وزير كان رماها قدها سومالي لاند محمد كاهن او وزارة دا رماها قدها او كليا اي تايتل او زيادة نينين سو هذا القاد كيساق مدعي سا تايتل قولي اح مركا سومالي لاند لجو محمد كاهن بلا تايتل تايتل والله وذا قرر يا محمد كاهن ودن كا يدد كا يوحو قيستي يوحو تبوه وصو عرستي سعادة الوزير هذا كوكو هل قبصنا يا ايه يا علماء دمانتين هل كا وح أرضي جوكتا جيس كأفر كون دم بساعات وزير سيغي مادي هل كاسانو كا إعلام إن ما لنتا مشايخة كتل بنا يشايخ ونقا أقبالي إعلام بانو قليني قمت إيتوبيا قمت كينيا صومالي كونفريد هوستيد جيبوت حتى وي مرسا ايو حديث كوي قاعت ها صومالي لا عرف كذا مال أنا أردت أن أسكت إيمانين مجشت. مارك أبو ريزا حديث تاس إيو مجالس تاس رجل سوا حاضري. أنت أي لجيسين وسمع وصحت يا ما أنت كلنا وأنا جزين. أنت حاضري أنت أهو سوا حاضري وأنا وحبك لجيسين ومجالس أنا ما ندري جن وأنا جزيني. أنت محوها جزت تاس ومحد مرتين مركز سرودة دي لورا عيو. أنت كذب رنتي وحويان وما حد أدري هذا وين بدن وحنوسه كيدنينا دتك مرق أقوه رئيس قيبو فر بدن قيبو حويان وودنك هل كان دتك يعني دولة يا شعب أنت وا وسوى نسيت شغال مس وكل شيء كيي وحقيقة إحساس أطهي نسوي وحوي يراته
الحن نجو إجا إلا إلو ونكسر معه بل إسكاب الأفرنتي وحيابها ده ماله خلاص وما لذا أنت جي عن لو ذاكين إن دتك أولاً أفك الدين أي تقدير احترام أي وحيان دتك ما ضحضة أفك أي سلاميان أي حتى كدو عض البيان يسوي دعاء وضن كدعاء وأنا صح دعائي إله هو بقبله لا شك ما نكر إيماني إني وحيابه محد مرتي وحيابه يا داخل لكن ما أنت محن غطى وحوي أنت هراء أذ بقولك بقولك وسي وأنا كنت بفضل الله وأنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا جماها أتكلم معها وإله بفضل جي سبحانه وتعالى حديث النبي سيد أو محد أي مدو أي لهذان حافظ ابن حجر كتاب كيس فتح البخاري فتح الباري سمركو كفضيلة مسلم فضائش يسمركو شيء يو بخاري وحوي لهذا ما حد ما أرتوى حسوقة أثر ابن أبي جمرة ومختصر كيس أخش أقول بخاري كم ما لقوم آخرين ديجان لقوم آخرين مركب لقوم آخرين ومركز لبات إكرعه لبات إذا خلاص إله سبحانه وحيدته يتوقع عين إله بقاضي سبحانه وتعالى مركب بفضله وكرمه ثم بتدريس السنة أي أمن جس يوم حد ما أرتوى وحنا لنا نسيت أسكسي وضع دين تب حد ما أرتوى عدو البابا ما حد ما أرتوى حويان مضح يوم ما جاب أنت بدين تلوه ذا لجو والضر منا النجنا وحماش أنا كيف قال سيل الشجنا خد غنو وحي مراقب جري أنا جو سجارة مراقب جري سنة كا أو أولي هي كتبت أو أولي هي أمهات وستاع أولي هي أو دخلي سنة كي البخاري كأن أخري هل كان إسكاك صور دعني يا أنت أو أمري أنا أم بابا مري ما بقال لي لبوا ما بدع في نعم لكن أنت ما راض أو حتى واحد خصوص معي لبكم يا لحدين الشيخ هو هر الجوا الشيخ يا غير دقنا رحمة الله تعالى علي سبحانه سعر كرور أنت إنه هر كأو قلت لي ووقت ننقل ويني أنا هر كأو مري بكرين إلى هاي بلايون كي بوقع جابوا علي بالله ما هدم علا هذا خيبا ووقت هذا قدرنا إذا منك زي قادي لقب سنعي إلى خير ميزان حسنات كأو قدر قالوا دين الدرب هذا كلمة بان له هاي وحوين بعض حبارتين علم وين بعض حبارتين أمها تستة عيال حبارتين صحيحان كي سن كيبا واضح بعضهم لكن عين قال سن حب بعين جوكتين بو بعين صراخ كانوا أجاو حارين وقت جاء علماء عنا وأن ضرب هذا عليهم أذبان أذي أذبان بفرح أذبان بفرح وحر إن يرى ظروف تا يوم العيش أي كنتا أو عنكوا كل الدوانين من بجتي أنا بقول تقولي مقالتك مربارة بعدها المقالون يكون حقوق بسيط لكن علماء عنا صاحب وحي هاي هل كانوا حيكون سيدن جنين رحلي مسألة تصبح قرط وجرة ويسدي فانوسكي عطى يجي كرهات اكتات قبل صورته زي يقول أصلا الشيخ عمر هذي الجروح وجن كرهات صورته ده كمان أنت جوا قال محيرنا أنت عير يا رعنك وضع واركون من ملايك بابيون لكن ظروفها كانت هي شرعي ما راح يعني لباس قارع علمه إلى الحين المجرو لكن كل يوم حيت هاي دليلها إن علمه كده وذان ده دين تحم بارسني إن كده وذان ده كسوق أشعار كذا وإن كم مقطعين ما تقول كون دون تي وين مقطع تلك الأمانة قد حملت محملها نهج الرسول الذي قد فاق بالشيم رب الصحابة في أحضان مسجده على الصفات فكانوا خيرة الأمم جاهدوا في سبيل الله وانتصروا وقاوموا الشرك والكفران بالحكم فإن كنت تجهل يا هذا فتلك ربى بدر وأحد شهود صدق دون فمي فأول الوصف إيمان اليقين وما ينجي الغداة بالأهوال والألم ثم الصلاة خشوعا مثل ما وصفت عن النبي وما فيها من القيم ثم التعلم والتعليم نطلبه والذكر أكبر عند الله بالقسم ثم إكرام من بالدين يجمعنا به الوسائل لا تفريق مختصم وخامس القول إخلاص النوايا في قول وفي فعل للخير ملتزم ثم الخروج ودعوة الناس قادمة إلى الهدى حيث نور الله كالقيم ما هذا قال وحمد علينا يا بعض الله شيخنا المحدث العلامة شيخ عمر نعلن عبدينا حفظه الله إلهي هكا أبا المريو ميسانك حسناتك سماحة وقدره لما بحيء أمدنا بالشضي
إلهينا هكذا وعلم النافع سيدي وكلا شيخنا صاحب كي ألمس إلهي هكذا المريو دذالك يسكو حركا يسكو تقلنتا وروح ضبطين عاوي سبول من إلهي هكذا المريو دمان ولماذا كقيم قارتي يعد كستو كقيم قارتي وح كستو أي دورة بينو باهني يجينا إلى الإنسان كحسنات كل هؤلاء شيخنا الفاضل الوالي شيخ عبد الله علي جوهر سداو الشيخ سجاشن تركا سفر كان وصل قلي ساعدها التافدين إلهي استغيا به وأمد كوعا فعي مسلمين تا استغيا به إلهي سبحانه وتعالى كأبا المريد جنة الفردوس إلهي سبحانه وتعالى كأبا المريد علماء الميلة فوق نوغتمين أمريكين كمن الصوتاء يا آسيا قدر يا ميلة كالأفريكا دمانتد إثيوبيا صوماليا يا ميلة كمن الدول نوغتمين ألتمين يا عاوة كسو قيب قشو هل كان كتابك إلهي يسلنا حفر الله وقاضيه إلهي من يدود ونكسر يسفر كودا يكل بدودا إلهي سبحانه وتعالى يقل أحكاب المريم بل يرد أن طلاب تأه يرد برعضي قيل كتب الستة كفائد يستي إلهي ما أنت قلب يودين بدن كويري إلهي سبحانه وتعالى كو يحفظه كل رغمة أمد قارسية إلهي سبحانه وتعالى يقنا نكرده قبل إلهي البريد إلهي مركا ينوم هاد نقنوه وحي ينوم هاد نقنا الشيخ عمر وهالك سفر ليرو يمي ودليل هالك فرده شرفت بضان له إهي بدي شرفت أكب موقته هالك مدد تطبب بلودة أقوانتي الديني قاهيد هل كان كسيي أنا دي أدوب ما هذا قينا وحنو ما هذا قينا الشيخ ألمس أو كلن كان سورة جليي مسؤولية مساجد كنا قيم كا قاتي أدي أدوب ما نسجنا أدوب ما هذا قينا وعيال كي يجي شبهدو يسجوا ورنشي سومال لانو ما يلك ما مر كرعيه أيضاً سجنوا وما نقينا، لأن يرد الله شقين سيء علماء الله شقين سيء قيمة كقاتنا أيضاً دون ما تيجي، مركب أبوه الرئيسة، بل يرد أن هل كان عاوة ليسوق يمي إن كفلان هذا الشريعة الإسلام كتاي هذا علماء ما له نادر النقط متاي هذا علماء النذل كتاي أبوه يهش عبد الله علي جوهر أو ما أنت دلوا البدد بأكو صوت طبعة دت كأنني سمعي ناني ما كرنين مني نام كل مكرنين قبلا بدن سجمعي ناني ما كرنين هداني هلك نولين نبتقلي وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطر عيادي إذا نماني ليت سيدا ساد سهل FC بلاس حوالات تاج بانجيغا إيادهيق إزغاسين تا أكو سورتقلين آيانا صوماليا قيمة جاوك صوبع الكرتيد وافي أب كلاسودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وافي إسكوحرها قرنجوكتا يقنبنجوكتا